بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، نظمت وزارة الداخلية استعراضا ميدانيا عكس التوجه الأصيل في تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين احتفالاتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وفي هذا الإطار قدمت وزارة الداخلية يوم أمس ومن خلال تشكيلات ضمت إداراتها المختلفة استعراضاً عسكرياً في محافظة العاصمة انطلاقاً من باب البحرين وصولاً إلى قلعة الشرطة، وذلك بحضور معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين. وتضمن طابور المشاة عرضاً للحركات والتشكيلات العسكرية الذي قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة، والتي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل، فيما أبدى الجمهور إعجاباً وتقديراً واضحاً بمستوى العرض والأداء الراقي الذي قامت به الفصائل المشاركة، ما يعكس قدراً عالياً من الانضباط ودقة الأداء.